قومي يا قط. ايه يا كيوتي؟ مش وقته. مش شايفه الموبايل. برطمان. قومي يا بيضة. يلا اصحى بقى. يلا. يلا. اخبار الشرب الجميل ايه يا كيوتي يا كيوتي يا كيوتي؟ تعملي لي بايديكي كده ليه؟ امال اوضتك متركبه كده؟ ماما معايا مكالمه شغل مش وقته. مش شايفه الموبايل في ايدك يعني؟ دي الغيارات دي في الحمام وبعدين بارجعي. ممكن شايفه اصلا؟ يا بنت ما تعمليش في وشك كده، افردي الوش ده عشان حاجتك تتقضي. ما تدبدبيش. ما تبرطميش. بتحب جارنا اللي تحتينا ابن الوزير يا رصاصه السودا؟ جاتش الكلام ده من يروح بيكلمها يقول لها ايه؟ انا هوريك يا سنية بنت. ايه؟ لا تخبصي على حد تاني يا بنت. هقول يا نهار اسود، انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولعلي الشقه يعني؟ ايه سقتي ولا يهمك ان شاء الله بدل السنه 10 سنين. تعالي يا روح، قولوا لي ده ما ينزلش على وشك كده. اذا فاتت السنه دي ما قدرتيش، السنه الجايه تقدري ان شاء الله. اجيب لك 20 مدرس. انت قايل لحد دلوقتي ما تشوف الراب عايز وانا ماشي يا اخواتي. ابي اتقطع الخلفه اللي بيخلفوها. مريم شيل الحدايه دي ارميها للكلاب وغطي الكتاكيت بسرعه.